حالياً في السنة السادسة في ألبا. 18 سنة. 15 سنة. 24 سنة. 13 سنة خدمتي في ألبا. شركة ألبا من الشركات اللي دائماً تدعم كوادرها الوطنية. لما انضميت للشركة كنت في إدارة التسويق. ارتأت الإدارة أو شافوا إن عندي حب لهاي الجانب. ففتحوا حقي المجال وعطوني المجال إني أخذ فرصة وأروح إدارة الـ ESG. بعد حصلت فرصة ثانية إني برعاية الشركة درست دبلوم المهنية في إدارة المخلفات. طبعاً بديت في شركة ألبا كفني ميكانيك وعملت في عدة أقسام مختلفة في كل قسم، يعني أكسب المهارة والتدريب اللازم والتحقت في كذا أقسام في التدريب حتى أنهيت فترة التدريب وحصلت على الدرجة الإشرافية. خلال ال 15 سنة الماضية كان ألبا لها دور كبير في تطوير من حيث الشخصية، من حيث المستوى المهني. يعني من أول سنة كنت أنا في ألبا كنت متدربة. ألبا قدمت لي الكثير من الكورسات داخل ألبا وخارج ألبا، وطبعاً ما ننسى الدور الكبير للخبرات الكبيرة الموجودة في ألبا، ساهمت في مساعدتي وتطوير مهنتي بشكل كبير. أول ما توظفت في ألبا توظفت كرليف سكرتيري، وكنت أنتقل من قسم إلى قسم، وطبعاً رحت كورسات وترينينج كان يعني برا ألبا وداخل ألبا، وبعدين اثبت كHR assistant، وإلى لين حصلت هاي القسم كسكرتيرة ثابتة وسكرتيرة أولى. ابتديت من الدرجة الرابعة، وبعدها ابتديت عقب الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة، وصلت الحين سينيور أوبريتر. ألبا ما قصرت من الدرجة الرابعة، من أول ما توظفت للدرجة السابعة ما كنت مجرد عامل، كنت أتطور في قسم التدريب. قسم التدريب كان يعطينا كل اللي نحتاجه وزود، على أساس العامل ما يتم في نفس الليفل مال. أنتوا عيال ديرتنا والبحرين ما بتقوم إلا فيكم، فاهتموا بنفسكم، اهتموا بدراستكم، اهتموا بتطوير ذاتكم، علشان في النهاية إحنا كلنا جنود الوطن وهدفنا الرئيسي والنهائي هو خدمة البحرين. تقدير واحترامي لكل العمال في البحرين وخصوصاً لعمال شركة ألبا على جهودهم وتفانيهم في العمل وعلى سلامتهم في العمل. دائماً أقول في فرص، ما في فرص، اشتغل على نفسك، كن طموح، الفرصة ما بتجيك، أنت روح دورها. أحب أهني زملائي وعمال البحرين جميعاً بيوم عيد العمال. لا يحط له سقف ليفل معين، في ناس تفكر أنه أنا بس قريت 7 وراح أوقف، لا، خل عندك طموح، سوبرفايزر، سوبرتندنت، مانيجر، لا تخلي لك سقف حق طموحك.